اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحرم الاولياء وعلمنا الهام الملائكه المقربين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول هدى بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. من الله ونعمة والله عليم حكيم. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأقاتلوا بينهما بقتل وأصدوا إن الله يحب المفسدين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ألمكم عند الله أذاكم إن الله عليم حميد. قالت الأرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولا تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أموالكم شيئا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحيم. والقرآن المجيد عجبوا أن جاءهم ناظر من أخبار كافر هذا شأن مجيد وكنا ترابا ذلك رجل ضعيف فكلمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بالحظ لما جاءهم فهم في عمل مريض أفلم ينظروا إلى السماء
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ولجبال كل عمل منيب أنزلنا من السماء ماء مباركا باسقات لها طلع النذيل للعباد في بلدة ميتة ذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم ثم بعيد الله كذب الرسل وحب وعيد للخلق الأول ظلم في نفس من خلق جديد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونرجو إليه من أمر بريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيم من قول إلى لديه حكيم أديب السكة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيب في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها من هذا فتشبنا كقدرك فمثلك اليوم هديه لا غرير هذا ما لدي عزيز جهنم كل كفار عليم للخير مسد مره الذي جعل مع الله إلها آخر فنجاه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أرضيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لدي وما أنا بظلام للأمير لجهنم هل امتلئت وتقولها من مزيد جنة المتقين غير بعيد هذا ما تنادون لكل أبواب بغيب وجاء برب مهين بسلام هالك يوم الخلود هم يشاءون فيها ولدينا مجيد وبغلبنا قبلهم ما غر هم أشد من رمزا خلقه في البلاد هم مهين ذلك نزيف لما كان له قلبنا والسماء وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام سبح بعند ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فسبح أدبار السجود والسماء ينادي المنادي في المكان الغني صور الصيحة في الحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير تشقق الأرض عن سلاح ذلك حسن علينا يسير يعلم بما يقولون وما داريات دروا ملاد مرا ياتي يزار موزمات أمرا مدوعة رزاد وإن الدين لواقع والسماء ياتي الحمود لفي قول مختلف عنه من أفر الرسول في غفلة سيهون عيان يوم الدين يوم النار يفتنون فطنتكم هذا الذي في جنات وعيون من الأمان وقبل ذلك مسرين قليلا من الليل ما يهجعون بالأسير هم يسافرون في أعمالهم حق للسائل والمعروف في الأرض آيات للموحدين وفي أنفسكم فلا تفسرون فورب السماء يزركم ما تؤدون فورب السماء وقد إنه لحق حديث ضيف إبراهيم المرمين دخلوا عليه فقالوا سلام ما قال سلام وهم منكرون فغيلا لي قد جاء بإلى سمير غلبه إليه قال ألا تكونوا قال سمنه
فتان قالوا لا دار مجال مراته في صرة وسلكت وجهها وقالت الجوز العظيم وكذلك قال ربك إنه حكيم عليم ربكم أيها المرسلون إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من دين مسومة من ربك لمسلم فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بروني وقال ساحر آمنوا وجنودا فنبذناهم في اليم وهم مليم إذ أرسلنا إليهم الريح العظيمة لا تذر من شيء حصلت إلا جعلته كالرميم ثمود إذ قيل لهم تمتعوا فاستطاعوا بأمرهم وما كانوا منتصرين وقوم نوح ما قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وسماء بنيناهم بعهد وإنا لموسعون ونحن خلق بهدون كل شيء فأنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين لا تدعوا مع الله إلهنا آخر إني لكم منه نذير الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون تواصوا به فهم منتهون وتولوا فما أنت بملوم فإن بك تنفع المؤمنين وليس إلا ليعبدون لا أريد منهم من رزق ما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق ذو القوة المتين الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستجيبون للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم فضوا الكتاب مصدور رب المنشور والبحر الصف المرفوع البحر المسجور إن عذاب ربك لواقع من دافع تمور السماء مورا والجبال سيرا يومئذ للمكذبين في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون فسحرنا أما أنتم لا تبصرون فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم بما آتاهم ربهم وقضاهم ربهم على برجهم هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصوفة وزوجناهم بحور عين وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما أرضاهم من أمر من جهة كل أمر بما كسب من فاكهة ولحم مما يتنازعون فيها كسلالة وفيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ محمود وطاب بعضهم يتساءلون إنا كنا قبل في أهلنا وكفينا الله علينا وحقنا عذاب السموم ما قبل ندعو إنه البر الرحيم فإني معكم من المتربصين تأمرهم أحلامهم يهدى قوام داوود تأولهم أن لا يؤمنون بحديث من جهل أم خلقوا من غير شاعر ومخالفون خلقوا السماوات والأرض من لا يؤمنون أنهم ربك هم المسيطرون سلم يستمعون في بلد ولكم البنات أجرى فهم من محرم مثلا ويدهم الله
يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أصابوا بما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا يزكوا أنفسهم هو أعلم بمن اتقى الذي تولى وليد وأكدى اقتربت الساعة وانشق القمر يرى آياتها يغيظ ويقول سحر مستمر واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وضداءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر وتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى خير النفور خاشعت أبصارهم يخرجون
فكيف كان هذا بي ونزل إنا أرسلنا عليهم ريحا تسلى فيها من أحس مزمنة الناس كأنهم أجاز نخل كيف كان هذا بي ونزل قد يسرنا القرآن للبلدان المدفع ثمود من نزل وبشر منا واحدا نجمع إنا إذا لفي ضلال وسهر ألقي الذكر عليه ونبئهم أن الماء نسمة بينهم كل شيء منتظر صاحبا فتعاطى فهقر فكيف كان عذابي من نذر أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم منتظر ولقد يسرنا القرآن للدين فمن بدك كذبت قوم لوط من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا ساعة ما إلا ساعة أدعوها مر المجرمين يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بأدبر إلا واحدة كلمح بالبصر لقد أهلكنا أشياء مقهى من مدكر وكل شيء فعلوه في الزمر وكل صغير وكبير مصدر بين الناس والنهر سبب انت مريك مغتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بسم الله السماء فخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ورب المغرب فبأي آلاء ربكما تكذبان البحرين يلتقيان بينهما فتح الله في
السماوات والأرض كل يوم هو في لنا بأي آلاء ربكما تكذبان ونفرو لكم أيها الثقلان بأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فتجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمثن إنس ربكما تكذبان إنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان حمزاء الإحصان لا يصدعون عنها ولا ينزفون
مما يتغير وخير مما يشتهر وحور عين وعطاء للعباد نور بما كانوا يعملون فيها نقض لا تزيد سلاما سلاما واصحاب اليمين اصحاب اليمين مخلوق ممدود ممدود مذكور كثيرة لا مقدورة ولا ممنورة وفرش مرفوعة إنا إن شأنا حشناهن إن شاء جعلناهن أبكار أضرابا باليمين من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال صبح لله ما في السماوات والأرض ولا زيد الحكيم ما في السماوات والأرض أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وما تبين ما كنت تلا بما تمر ولا وسيم له السماوات والأرض ما جعلكم مصطلحين فيه الليل والنهار بكم أفضل أبدا جميل وما
لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ عهدكم قبل أن كنتم مؤمنين والذي يبدي على آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رءوف رحيم ولكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا الله قرضا حسنا ويضاعف له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري التي أتت الخالدين فيها ذلك وعباد الذين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أرسلتم وغرستم الإيمان حتى جاء الله وغرتم بالله غرور يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فضل عليهم لتبدوا فوت قلوبهم كثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد وأرضوا الله أرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم اللهم اجرهم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب جميل ومغفرة من الله من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ويأمرون
تعلمون الناس وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله وينصر رسله بغيب إن الله العزيز ولقد سلم نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله الرحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله سمع الله قول التي تجادلك في ذنبها من تشتكي إلى الله الله يسمع رضوها إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتريد رغبة من عملها يتماسى ذلك الظهور بهم الله بما تملون منه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين قبلهم فيربيهم بما عملوا رزاق الله ونزلهم على كل جاهلين نظر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم الله بما نهوا عنه لأنه يتناجى من ثم
فإذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول لا تناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه ترجعون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك قدموا بين يدينا يعاكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحلفون أنهم الرجالين إنهم هم الكاذبون استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الربا أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن
للرسول ولذي الغربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا معكم معهم ولا يقوتلوا لا ينصرون عمر إن نصرهم ويولن الأبدان ثم لا ينصرون. أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار بأس بينهم شديد تزلون جميعا من قبلهم حليبا ذاقوا غبال أمرهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك يا رب لا ربنا رمي وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين اتقوا الله وانظروا ثم قدمت يديكم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا
خرجت جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وعلى لهم بما لكم أعداء ويبسطوا إليكم هذه أمات أداء بسوء أودون أو تغفرون معكم أرحامكم ولا أولادكم يا أهل يا أحمد يا سلام بينكم ولا هم بما تعملون مزيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله إلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر من يتولى فإن الله هو الولي الحميد أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين أتيتم منهم مودة والله غني الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وتبروا وتسدوا إليه إن الله يحب المفسدين إنما يناكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسلاما شيء من أزواجكم إلى الكفار وعقبات الذين أبذلتهم إلا ما أنظروا الله والذي يأتوا به المؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن الذين آمنوا
تتولوا قوما غضب الله عليهم قد عزوا من الله لديهم ويعزلوا قالوا من اصحاب الغمام. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وما في الارض يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لما جاءهم بالبينات يدخلكم جنة تجري مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأجل الذين آمنوا أتم بهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ما قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم ونزيد الحكيم كفضل الله من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثقالا من جهل الله الذين كذبوا بآيات الله والله ما يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا أم زعمتم أنكم أولياء لله تفرون منه فإنه ملاقيكم أما تردون إلى عالم الغيب فشهادتي فلنبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا إلى قوائم هرمان عند الله خير من الله
إنك لرسول الله والله يعلم إنك اتخذوا أيمانهم جنة أجسامهم أن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يعزمون كل سيهد نبيه الأرض وكذلهم وقتلهم الله أن يمحكون ميل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا أولادكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأنصدقكم من الصالحين يؤخر الله نفسا بذات أجلها وصاحبها مما تمنون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله مما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحمد وسوركم فحسن صوركم وإليه المصير ما في السماوات والأرض ويعلم ما تدرون وما تدرون والله عليهم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا ما قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يدوننا فقالوا وتولوا وزال الله والله علي الحمد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبهن بما أمنتم ذلك على الله يزيد آمنوا بالله ورسوله يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات التي لا تجهل الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفاضل عليه والذين كفروا وكذبوا إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يجعل بها الله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن الله على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقف أولئك من لم يحفظوا الله حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء مدخلا يئسن من المحيض من نسائكم إن ابتغتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال هجرهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يجعل له من أمره ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه الله وحده سيسر وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد جعل الله له رضا الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي الله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله من مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الملائكة بعد ذلك الظهير
أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات طيبات وأبكار. أيها الذين آمنوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة سبحان عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة كرتين يا ظالم لك البصر خاسئا وخاسئا لأن السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأسجناها منابتا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا سالوا قد ردها لم يتكن نذيرا قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء لا نسمع إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعمل فكنا في أصحاب السعير يرسل عليكم عاصفا فستعلمون كيف نذير كذب الذين كيف كان نكير
مصفات ويوم فأولكوا بلا هذا سلعاتي سفر عليهم
سبع ليال وثمانية أيام رسوما شقت السماء فهي يومئذ واهية على أرجائها ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا تخاف منكم هادية أما من أوتي كتابه بيمينه كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أر كتابي أدري ما حسابي يا ليتها كانت الأرضية ما أغنى عني مالية عني سلطانية فقل له قد أحب ثم في سلسلة ما تبصرون ما لا تبصرون رسولك لما هو بقولك إلى خليل ما تذكرون برب العالمين تقول فإن بعض الأقاويل من أبي اليمين لقطنا بخلوة من أحد الحاجزين فتذكرة المنتظرين سال سائل وامع الكافرين ليس له دافع من الله المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مداره 50 ألف سنة في قلب سماء جميلة يرى له بعيدا غريبا تكون صماء كالمجر تكون الجبال كالنجر يسأل حميم حميم يبصرونهم يود المجرم لا يرتدي من عذاب يومه لببنيه وصاحبته التي تبيه من في الأرض جميعا ثم ينجيه إنها لنا ساعة للشواء من أذبل وتولى جمع فأولى إن الإنسان رغم المعدود مسه الشر جزور مسه الخير بر مصلين على صلاتهم دائما في أموالهم هم على السائل والمرض الذين يصدقون بهم الذين هم من عذاب ربهم وسيهم عذاب ربهم غير ممنوع والذين هم لفراجهم حافظون على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنها غير ملامهم وراء ذلك فأولئك هم الأضلال والذين هم لأمانهم كل امرئ منهم ان يدخل جنة النعيم. إن الله إنا مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أن نبدل خيرا منهم وما لنا من مزروعين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كانهم إلى نصف يوقظون خاشعة أبصارهم قلة ذلك اليوم الذي كان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فناظرا فكما قبل أن يأتيه عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين فاعبدوا الله واتقوه
نؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لا تعالى يؤخر لو كان تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا توفر لهم دعوا أصابعهم في أذانهم وتوفيهم ما صروا وسمر ثمارهم إني دعوتهم جهارا إني أعلنت لهم أنصرت لهم إسهارا قلت استغفروا ربكم إنه كان حبا عليكم بثمارا بأموال وبنين جنات ويتن لكم أنهارا لا تجول لله وقارا دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سبيل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يقول سفيهنا على الله سقطا وإنا أحضرنا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا كنا نوعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لا نجد شهابا وسدا لا ندري وشر نريد بمغفرة أملا تكفي ربهم رشدا إنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا صلاحي ومددا وإنا ظننا أن لن نجد الله في الأرض ولن نجده وإنا لما سمعنا الهدى من لا به فمن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون وسأل قبورا ونظم لا ترى غريب ما توعدون أبدا له ربي أبدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أبدا إلا من ارتضى من رسول رسالات ربه وحاذ بما نتيه وعزاه كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ومن لا إله إلا هو وهو مسلم عليه
ربك وتبت لله تقتيا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وكيلا ما غرورا واجرها جميلا رب كبيرا قل النعمه ومهلها قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما على غصه وعذابا يا تدخل الارض والجبال أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأخذناه أخذ مبينا كيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفتلا به كان مكتوبكم منتظرة فما جاءت على إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقول أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا ما تقدموا من الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وكمل ثيابك وطهر والرجز فاهجر فاستغفر لربك واصبر فإذا نقل في النار يومئذ يا منذر كافرين وإلى زين ومن خلت وحيد وجعلت له مالا ممدودا جهودا له تمهيدا ما يطمع عن الزين إنه كان بآياتنا أن يرهقه سألت له فكر فقتل فقتل كيف قتل قتل كيف قتل نظر عبس عبس ثم هدل وسبل فقال إن هذا إلا سحر يظهر إلا قول البشر سأسليه فقال أدرك هذا تبقي لا يتنفض أحد من مشاهدنا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا يا معنى ناظرا
سابت الساعة ربك يا مهلا ولا صدق ولا صدق كذل وتملى إلى ليك الله لك فأولى لك فأولى ناسب الإنسان رجل لك سنة رضة من مريم ثم خلق ثم خلق فسوى من الزوجين ذكر ولوزا ذلك على الإنسان خير من الدنيا لم يكن شيئا مذكورا إلا من نطفة الزواج المبتليه من جعل سبيلا مسيرا إنه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا استبرق وحلوا وساويا من اللب والزمان ربهم جلال عنده إنها لكم جلال وكالتكم مجرورا نحن نزلنا عليك مبرانا واصبر لحكم ربك ولا نطيع مقاسمنا واذكر اسم ربك بكرة اسجد له وسمع الليل طويلا هؤلاء يحبون العاجلة ويذلون غلاهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فإذا جئنا فتلا أنفعهم تبديلا تذكرة فمن جاء دخل إلى ذنبه سبيلا ما يشاءون إلا وإذا الجبال نصر وإذا الرسل رقيت يوم الرجل يوم الفصل ويوم الفصل ويوم الفصل يومئذ للمكلمين ألم نهلك الأولين نصرهم الآخرين كذلك نخل بالمهمين يومئذ للمكلمين ألم نخلقكم من الله المهين Yeah.
بشرائك الغزي لما لا توصف يا مهد المحذي يا يوم لا يدر ولا يدر يا مهد المحذي الغزي لمناك ولولي فإن كان لكم كيدا فكيدا يا مهد المحذي بسم الله الرحمن الرحيم يا عم العليم الذي فيه مختلف سلام 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 أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما نخرة إلى كرة خاشعة إنما هي خيلة واحدة بالساهرة حديث موسى ناداه ربه بناد المهندس الدواء فرعون إنه دعا فقل هل لك إلى أن تذكر هديك إلى ربك فتشاء ما يترك منه وعزى أدبر يزى فأشار فنادى أنا حبكم لنا أخذه الله فكان الآخرة مسؤولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد حولا من سواها وبناها سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها ورد ذلك لها منها ماءها ومرعاها والجباه أمساها مرفوعة مرفوعة بأيدي سفرة
يقضي ما أمر هل أنظر الإنسان إلى دعامه سممنا الماء سبا شرعنا الأرض شبا وأنبتنا مياه حبا وعنبا وغضبا ونغلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا لكم لأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من يومئذ شأن يومه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة وقدرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت نجوم انكدرت سجلت إلى العشار وطلت إلى الوحوش فجلت إلى البحار سجلت إلى النفوس زوجت وإلى الموت سجلت إلى الصحف نشرت إلى السماء وشدت إلى الجحيم صغرت جنة أزلفت علمت نفس ما أخلفها بالخنس والليل إذا أسست إذا تنفست إنه لقول رسول كريم عند العجم الدين وما صاحبك من قدرها من قدر الله على الغيب بالأمين لقول الشيطان الرجيم تذهبون إلا أثر الآن لما شاء منكم أن يستغيث ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت فجرت فضلت نفسها أندمت وأنفرت أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي سورة ما جاء لك وكلا بل تكذبون بالدين وحاملين كاتمين ما تفعلون لفينا إن الفجار في جحيم يوم الدين وما هم بغارمين كما يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اهتالوا على الناس يسافرون ووزنهم نصرا الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم يوم يغض الناس لرب العالمين ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادريك ما سجين كتاب مرغوب يومئذ للمكذبين يكذبون إلا كل مكذب أثير تطلى عليه آياتنا فلا أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إن أقصار الجحيم ما يغار هذا الذي كنتم به تكذبون الله إن كتاب الأبرار لفيه الليون ما هي الليون مرغوب أشهده مغرب لفينا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من تسليم يجتمع بها المقربون إن الذين بعد الموتى من الذين آمنوا يضحكون به يتمامسون إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا كائنين إذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون ما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا بالكفار يبحثون إلى سماء شقت فأذنت بها وحقت مدت ما فيها وتخلت لربها وحقت أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كما فملاقيه أما من أوتي كتابه بيمينه فهو يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أما من أوتي كتابه وراء ظهره الشفق وما وسع والقمر إذا اتسع لتركبن خلق من ظلم لا يؤمن إذا قرئ عليهم القرآن لا يهتدون أفلم يكذبون وأعلم بما يبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
والسماء ذات المراد بمعروض شاهد ومشهد قتل أصحاب الأرض النير ذات الوقود عليهم قعود على ما يفعلون المؤمنين جهود وما نقموا من الله سماوات ورد الله على كل شيء إن الذين فسنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات كريمة تدخل ذلك فوز كبير انبض شر ربك لشديد هو يبدو وهو الغفور الرجيم بما يريد حديث الجنود وثمود كفروا في تزيد من وراء المهد قرآن مجيد في محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ما أدريك عن طارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ ينظر الإنسان ومما خلق مما عنده من يخرج من بين صلب الأطرائن على رجه الأغاني ثم السرائر من المرث ولا ناس السماء ذات الرجل ذات الصدر إنه لقول خص وما هو بهدر تكيدون كيدا كيدا أحل الكافرين أحمر رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى خلق فسوى الذي قدر فأتى والذي أخرج مرعى هدى نوى سنغرئك فلا تنسى حديث الغاشية يومئذ هذا من الناظرة صلانا نعامية من عين نامية طعام إلا من ضريع يسمر ولا يغني من جود يومئذ ناعمة لسعيها راضية جنتها عالية لا يسمع فيها ناعية عين جارية صدر مرفوعة أكواب موضوعة مسفوفة مخصوصة فلا ينظروا إلى نجم إنما أنت مذكر النص عليه المصيد إلا من تولى وكفر يعذبه الله فلا ملك ولا إلينا إيابه إن علينا حسابه الرحمن الرحيم والفجر الليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسير في ذلك الأمر ألم ترى كيف كان ربك بهذه ذات العماد لم يخلق مثلها في النهاية ثمود الذي يا أبو سلمة جهنم يوم لا أقسم بهذا البلد تحل بهذا البلد وما ولد من زار فيك من الله يغفر عليه أحد هل لك مال لمن يحسب هل لم له أحد له عينان وشفتان ومجدان فلقد سحم الأمر فالأمر فمرض في يوم ذي مساء ذاق رغم ثم كان من الذين أصحاب النعمة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب
بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والضحى إلى تلا إلى جلا إلى يشاء سما وعمل وما ضحى وما سوى الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا ترحم بنعمة ربك فهدى الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فلت فلت فإلى ربك فلا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان كان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كالله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبد رضا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فيغنى بها وزنة الزبانية هلا لا تضح وجل ضربا إلى حق الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ليهدى مضعف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنهم Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نبعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم إلى بعثر ما في القبور حصل ما في الرحيم. الغارعة ما الغارعة وما أدراك ما الغارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها على اليقين هم الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها ففعل ربك بعذاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ضائر نبائل ترميهم في جادة قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمرهم من خوف لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
كنتم عابدون ما عبد لكم من لكم الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وسبح لك تواب الليل إلا الله والله أكبر لله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها هرا من مسد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر لله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس والناس لا إله إلا الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين